أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف الثامن في تعريف سريع لأبرز موضوعات كتاب التربية الإسلامية للصف الثامن. قبل أن أعرفكم بالكتاب لابد أن أعرف عن نفسي، فأنا المعلمة بيان جابر، حيث سأكون إن شاء الله الداعمة والموجهة لكم خلال هذه السنة الدراسية لهذا الكتاب، ولكن تذكر أن ذلك لن يكون إلا إذا بذلت جهداً، عملت، ثابرت للوصول إلى النجاح. إذن سيكون اليوم الهدف من هذا الفيديو التعريف بكتاب التربية الإسلامية ومحتويات هذا الكتاب للفصلين الدراسي الأول والثاني، ولابد أن نتحدث عن أهمية دراسة هذه المادة في حياتك وأثرها أيضاً على شخصيتك. لابد عزيزي الطالب من أن دراسة كتاب التربية الإسلامية فيه نوع من تعميق الإيمان بالإسلام عقيدة وشريعة، فهناك بعض الأمور التي تعرفها بشكل مبسط وعام لابد أن ندخل في شروطها، أحكامها كأمور تتعلق بالعقيدة، ولا سيما أن هذه الأمور تسهم في بناء شخصيتك من النواحي الجسمية والعقلية والروحية والاجتماعية بصورة كاملة ومتوازنة. فتقرب من الله تعالى ومعرفة الأحكام والشروط لها علاقة كبيرة بشعورنا بالراحة، وأيضا من الناحية الاجتماعية، فمثلا قد أعطي مثال، هناك دروس تتعلق بالحياة الاجتماعية كصلة الرحم في ظل ما نشهده من التكنولوجيا وانتشار لهذه التكنولوجيا. لذلك عندما تتعرف ما المقصود بصلة الرحم وآثارها على الفرد والمجتمع وفوائدها ورأي الجانب الديني فيها، لابد أن تتغير هذه النظرة كيف كانت وكيف ستصبح بعد أن تدرس هذه الموضوعات. فنظرتك إلى هذه الأمور أيضاً عزيزي الطالب سوف تتغير. كما تلاحظ عزيزي الطالب، فإن كتاب التربية الإسلامية منهاج وزارة التربية والتعليم ينقسم إلى جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. أما كتاب الجزء الأول فهو يتألف من 4 وحدات وضع لها عناوين من كتاب الله تعالى. الوحدة الأولى بعنوان ما فرطنا في الكتاب من شيء، الوحدة الثانية وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، الوحدة الثالثة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الوحدة الرابعة وما آتاكم الرسول فخذوه. هذا المحتوى يعزز مهارات البحث وعمليات التعلم كالملاحظة والتصنيف والترتيب والتسلسل والمقارنة والتواصل، وهو يتضمن أسئلة تراعي الفروق الفردية وتنمي مهارات التفكير وحل المشكلات. فمثلا قد تعرض أمامك صورة أو سؤال تستطيع من خلاله استنتاج الموضوعات التي تتحدث عنها دروس هذه الوحدة. وسنوظف المهارات والقدرات والقيم بأسلوب تفاعلي يحفزك ويستمطر أفكارك للوصول للمعلومة من خلال الاستنتاجات الخاصة بتوجيه وتقويم وإدارة منظمة مني إن شاء الله داخل الغرفة الصفية. وسأطبق الأنشطة كخطوات محددة منظمة لتحقيق الأهداف التفصيلية للمبحث بما يتلائم وظروف البيئة التعليمية التعلمية وإمكاناتها، واختيار الطرق التي تساعد على رسم أفضل الممارسات وتحديدها لتنفيذ الدروس وتقويمها. أسأل الله تعالى أن يرزقني الإخلاص والقبول وأن يعيننا جميعا على حمل المسؤولية وأداء الأمانة. كما تلاحظ إن دروس هذه الوحدة مقسمة إلى 6 دروس تتنوع بين عقيدة وسنة. فمثلا دروس الوحدة الأولى مثلا من مصادر التشريع الإسلامي القرآن الكريم، سورة الحجرات،
ومعجزات الرسل والمد، وتطبق هذا الحكم على تلاوة آيات محددة موجودة أمامك، ونبي الله سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وآداب المشاركة في المناسبات الاجتماعية. إذا لاحظ، هي عقيدة وسنة وأحكام اجتماعية. أما الوحدة الثانية فهي الجزء الثاني من سورة الحجرات، صيام التطوع، مكانة الوطن، التلاوة والتجويد، ونوع آخر من أحكام التلاوة وهو تطبيقات على المد الطبيعي، المرأة في العهد النبوي، والسيدة سكينة بنت الحسين. موضوعات الوحدة الثالثة: تدوين القرآن الكريم، الحديث الشريف، حق الطريق، حق الحرية، التلاوة أيضا وتحديدا المد الفرعي، أهمية الزكاة وشروط وجوبها، الأموال التي تجب فيها الزكاة. أما الوحدة الرابعة فهي تدوين السنة النبوية الشريفة، خصائص الشريعة الإسلامية تحديدا الشمول، الإسلام والرياضة، التلاوة والتجويد، الإسلام والأمراض المعدية، ومساجد في وطني. إذا لاحظ أنها موضوعات سلسة تتعلق بواقع حياتنا الذي نعيشه. أما موضوعات الفصل الدراسي الثاني هي أيضا 4 وحد مقسمة ومعنونة بآيات قرآنية كريمة: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فاصبر صبرا جميلا. ولاحظ أيضا أنها تتحدث عن موضوعات أخرى مختلفة عن موضوعات الفصل الأول، فهناك سورة أخرى، سورة الكهف بأجزائها الأربعة مقسمة على الوحد كما تلاحظ: أسماء الله الحسنى، فضل الزراعة، النجاسة، وأحكام التلاوة والتجويد، تحديدا مد الصلة، وأحكام الاغتسال، التوكل على الله، يوم بدر، من حقوق الإنسان، حق العمل، والتلاوة أيضا تحديدا المد اللازم الكلمي. سورة الكهف أيضا: المحافظة على المال، عمر بن عبد العزيز، مصارف الزكاة، أخطار المخدرات، والمد اللازم الحرفي. أما الوحدة الرابعة وهي الوحدة الأخيرة: الأخوة الإيمانية، خلق الصبر، المواطنة في الإسلام، وفن العمارة. وكما تلاحظ فإن دروس الوحدة الرابعة أقل بدرس، فهي 5 دروس وليست 6. أذكر بمصادر التربية الإسلامية، فهناك مصادر أساسية كموقع تنزيل القرآني الذي نسمع منه الآيات القرآنية بصوت القدوة ونتدرب على تلاوتها، سراج حيث يحتوي على مجموعة من الاختبارات القصيرة التي تستطيع أن تقيم ذاتك من خلالها بعد دراستك، خاصة في فترة الاختبارات، منهاجي الذي يحوي على الإجابات النموذجية، وسطور حيث تستطيع استخراج بعض المقالات التي تبحث عن محتويات معينة خاصة بالدروس. ولا أنسى أيضا صفحات المنصة التعليمية التي يوضع فيها شرح مصادر مرئية، أنشطة تفاعلية، وتقييمات ذاتية لكل درس من دروس هذا المحتوى. كان هذا شرح مبسط لمحتويات هذا الكتاب، أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. طاب يومكم بذكر الله، وإلى اللقاء.